في هنا أوضة، دي طبعا حيط، الجزء ده حيط، نبتدي نشوف في الكاد، ده حيطة. دي أوضة المانجر كلها جبسن بورد، تمام. المانجر طبعا تعتبره فصل، تعتبره يعني قصدي إن هو عبارة عن مكتب، فتقدر تاخده 300 لوكس، تمام. تيجي هنا على البروجكت insert new room، وتيجي هنا كده على المانجر وتقول right click draw rectangle وترسم مربع أو مستطيل. عندك الهايت 3 متر، أوكي. رايت كليك انسيرت لمنير فيلد ارينجمنت، طبعا اختار سبوتات. اللوكس 300 لوكس، سجشن 2 في 3، انسيرت. الورك بلين، الول زون مش محتاج وول زون، عند الهايت محتاجه. هقول ستارت كالكوليشن يوم 14 اللي هي المانجر، طلع حسابات. تلتمية تلاتة وتلاتين بوينت ستة سبعة ستة، طبعا 333 محترم، تمام، كويسة جدا. عاوز تقللها، ممكن مثلا جاي جايب ده تقول له سبليت، تمام. انا مش عاجبك الرقم يعني، رغم انه فرق 3 لوكس يعني مش حكاية، وتقول له دي ديليت، تقول له اوكي. نشوف كده هتظبط ولا ايه. ميتين خمسة وسبعين دي يعتبر في الرينج، تمام. 275 ولي نوت بوينت 717، تمام. نسيب دي ادام دي في الرينج، يبقى خلاص، يبقى اصلا عندي من 270 ل 330، خلاص نسيب دي، تمام كده. ظبطنا اوضة دي، طبعا اوضة المانجر. تمام، نيجي نشوف الاوضة اللي بعدها اسمها ايه. الاوضة اللي بعدها اسمها كلاس روم 1، طبعا الاوضة اللي بعدها دي مش حيطة، دي الفاصل اللي احنا بنقول عليه، تمام، ودي تبع الكلاس روم 1. هنيجي على بروجكت ونقول له insert new room، هنا كده طبعا نقول له draw volume، رايت كليك وكلوز. الهايت هخليه 3 متر واقول له اوكي. اقول له رايت كليك انسيرت لمينير فيلد ارينجمنت، هحط له بلاطات 60 في 60 هنا واشوف واملى هنا سبوتات. فانا هعمل بلاطات 60 في 60، هقول له المونتينج، هقول له 300، طبعا ده اكزام صح ولا ايه؟ كلاس روم، تمام، يعني 300 لوكس، هحط له 300 لوكس واقول له سوكيشن، هيقول لي 2 في 4. هنشوف انسيرت، طبعا مش هستخدم العدد ده كله، اقول له رايت كليك، سوري تحدد، تقول له رايت كليك سبليت، انا اوزع على حسب ما انا عاوز. هحط له هنا كده كشاف وهنا كده كشاف، تمام. حط له هنا الكشاف ده،
احط له الشكل ده كده، هنحط له مثلا كشافين في النص. تمام، بالشكل ده. طبعا مش هحتاج الكشافات دي كلها، هنشيل دول، يعتبر كويس كده. ماشي، هنحط هنا كده حوالي مثلا 3 سبوتات، 3 سبوتات، نحط 3 سبوتات. هنقول insert لمنير واقول له individual، تمام، سبوت، واقول له insert. ماشي، هيحطها لي هنا عليهم كده، حط واحدة فوق هنا كده، كنترول سي كنترول في، واحدة فوق هنا كده على نفس اللاين. كنترول سي كنترول في، واحط له واحدة في النص. بالشكل ده كده تمام. نشوف الحسابات بتاعتنا. طبعا الورك بلين، سوري، الورك بلين الويل زون مش محتاجينها، 0. الهايت محتاج، تمام. نشوف كده الحسابات هتطلع ايه. تلتمية وعشرة، اليو نوت بوينت 2.89، اليو نوت ضعيفة جدا. الاي افريج مظبوطة ولكن اليو نوت مش تمام. عندك هنا عكس 220 240، عكس فوق. ماشي، هاخد دول كده واعمل لهم موف هنا، كنترول سي كنترول في، واخد جزء منهم هنا، ونشوف كده هتظبط ولا ايه. تقريبا الرقص هيزيد أوي، بس نشوف. تلتمية خمسة وخمسين، اليونو ضبط السن. طيب هبدأ هنا كده، وهبدأ هنا كده. طيب نشوف كده هتظبط ولا ايه. طبعا الحاجات دي بتيجي بالتجريب، نقعد نجرب ونشوف انسب لوكس. برضك تحاول تراعي الشكل الجمالي للأوضة. تلتمية واحد وتلاتين، اليونوت بوينت 3.90، اليونوت مش كويسة خالص. طيب ايه العمل، ايه العمل،
يعني بنحاول نجرب كده يا شباب ونشوف اللقص هيظبط ولا ايه. شوف كده، تلتمية وخمستاشر ولينوت برضو مش كويسة. ثواني بس نحفظ النمو. احنا دلوقتي في الحالة دي مش عارفين نظبط اليونيفورمتي، ماشي؟ ففي حل انك تشيل الحاجات دي كلها مش عارفينها. هاتلي الأوضة بتاع الأوضة دي روم 15، هقسم الأوضة دي نصين، هقسم النص ده لوحده والنص ده لوحده عشان نقدر نعمل الحسابات بشكل أفضل، تمام؟ يبقى روم 15 دي اقول رايت كليك عليها واقول له اديت روم جيومتري، فطبعا محدد لك هنا الابعاد. هتقول له رايت كليك و درو ريكتانجل او درو بولون، ماشي؟ وناخد الاوضه اللي فوق دي لوحدها، كلوز، تمام كده. خدت الأوضة بتاعتي لوحدها 3 متر، اوكي. ده طبعا جبسون بورد، اقول له انسيرت لومينير فيلد ارينجمنت، اقول له حطها لي سبوت، واقول له اللاكس 300 سجشن انسيرت. طبعا حطيت، مش عارف حطيت 3 في 3 على اساس ايه. سبليت طبعا 3 في 3 كتير، هشيل دي واخد دي هنا ودي هنا، بالشكل ده. و ال تمام كده مظبوطة. نشوف كده الحسابات هتعمل ايه. هنلاقي هنا 287 وهنا اليونوت 0.537، تمام كده كويس. دي كده لوحدها، تمام. نيجي بقى هنا كده، هنا كده طبعا هنسمي دي، يعني لو احنا هنا كده جينا هنلاقي كلاس روم 1، تمام. يبقى هاجي هنا اسمي دي كلاس روم 1، ماشي. واقول له اعمل لي كمان اوضه درو بولون،
اقول له دي 3 متر. اوكي right click و insert لومينير. طبعا هسمي دي مثلا class room 1 1 او بلاش 1 1. سوري class room 1 مثلا بين قوسين كده 2. تمام هقول له right click insert لومينير field arrangement. اختار كشاف ستين مانتين 300 سجشن 2 في 3 انسيرت رايت كليك سبلت انا طبعا محتاج اسيبه هنا كده زي ما هو لان من فوق طبعا في لوكس جاي من الكشاف اللي هي السبوت فمحتاج تكون بعيدة شوية. هنا مثلا ممكن اخليها هنا. احط سبوت هنا وسبوت هنا او ممكن مثلا اقرب دي. تمام بقى كده في مظبوطه ان شاء الله. طيب نحط كده سبوت هنا وسبوت هنا individual نحط واحد هنا كده قال له start calculation. طبعا اشيل ثانية واحدة راس روم دي المفروض ايه اشيل النص ده صفر ولا ستارت كالكوليشن. طيب نشوف الداتا شيت. تلتمية سبعة وتمانين و اليو نوت طبعا ال average عاوزة تقل. تلتمية سبعة وستين لسه برضه نشوف كده هتظبط ولا ايه. تمام 300 ما شاء الله ظبطه بالظبط واليو نوت بوينت 6 7 9. تمام يبقى كده عملنا الأوضة دي.
والأوضة دي اللي هي تعتبر أوضة واحدة أصلا، تمام، ولكن حسنا عشان نقدر إيه نظبطها شوية. طيب كده عملنا الكلاس روم واحد، نخش بقى بعد كده ناخدها من هنا كده، طبعا خلصنا ده كله، نيجي هنا كده عندنا دي ايه، دي يعني يا سيدي تبع الانترنس، تمام، يعني الجزء ده كله وده برضو كل الجزء ده تبع الانترنس. ممكن ناخد دي تبع الطرق، خلاص ناخد دي تبع الطرقة، تمام، تبع الكوريدور دي، و دي الجزء ده كله كده الكوع ده الانترنس في المدخل، تمام. هاخد اللاكس بتاعه 200 ودي برضو اللاكس بتاعها 200. هبدأ بالانترنس دي، انترنس 37، وهسمي دي انترنس 38، هاخد كل واحدة، تمام. يبقى هاجي هنا كده واقول له رايت كليك وانسيرت نيو روم، واجي هنا كده درو ريكتانجل بالشكل ده، الهايت خليه 3، اوكي، رايت كليك انسيرت لومينير فيلد ارينجمنت، هحط له طبعا سبوتات، انا بحط المدخل سبوتات، تمام، الماونتنج طبعا انت ممكن تحط كشافات بس بفضل سبوتات للمداخل، هتحط له 200 وسجش 2 في 2 انسيرت، طالك بالشكل ده، تقول له رايت كليك سبليت وتظبطهم في السنتر بتاع البلاطة، تمام. نعمل حساب طبعا المداخل، ولا نعمل حساب الورك بلين كله بصفار زي الكوريدور كده، والانسيرت طلعلك 201.741، تمام، مظبوطة جدا. نيجي هنا كده على المدخل ده برضك، هنسمي ده مثلا entrance، كان 32 تقريبا، 32، 37، entrance 37. انترنس 37، تمام، هاجي هنا كده اقول له insert new room، واقول له اعمل لي ده انترنس 38، سوري، دي 3 متر، اوكي، رايت كليك انسيرت لينير فيلد ارينجمنت، اظبطها برضو، عاوزها 200 لوكس، سبكشن 3 في 2 انسيرت، رايت كليك سبليت،
كنترول سي كنترول بي، هجرب كده احط كشاف ما اشوف كده تظبط ولا ايه. ثواني بس، الثبات اصلا المفروض ايه نصفر دول. تمام، نعمل حسابات. اوكي كلوز، اقول له طلع لي الداتا شيت رون 18. ميتين وتلاتين بوينت ستة أربعة أربعة، 230، عاوز أعدلها شوية. طيب نشيل الكشاف ده كده ونشوف. نحسب بس اللوكس بقى كام، 193.719. تمام مظبوط جدا. طيب نحفظ بقى. كده عملنا المدخل بتاعنا ده، هنسميه entrance 38. تمام جدا. طيب نخش على الأوضة اللي بعدها. الأوضة دي يعني ايه؟ ده stuff. stuff يعني يعتبر زي فصل، مش فصل هو يعتبر يعني في مكاتب، يبقى اللوكس بتاعته 300. تمام، لان يعني طبعا انت مش هتلاقي في الكود هنا مثلا، انا لو جبت المدرسة مش هتلاقي اوضة الستاف يعني. تمام، هي التدريس هو تعتبر انها فصل، يبقى 300 فصل. تمام، هتيجي هنا على البروجكت تقول له insert، هتيجي هنا كده right click draw rectangle، هنا ال height 3. اوكي right click field arrangement، هحطها 60 في 60. الماونتينج خلي 300 لوكس. سبجيشن 2 في 2، 2 في 3. insert right click split، شوف كده الأربعة دول هيظبطوا ولا ايه. طبعا التانية مش محتاج فيها والزوم، مش
شوف هتظبط ولا ايه. ما كانش ممكن نحط لها سبوتين في النص. او اظبط شوف 295.673 تمام كذا. تمام دي اسمها ايه stuff. يبقى دي right click و stuff. طيب نيجي الأوضة اللي بعدها دي اسمها ايه pantry. البنتري دي يا جماعة اللي هي عاملة زي الكانتين كده اللي هو أبو فيه على صغير يعني. تمام أو صالة الطعام. لو مثلا لو جينا في الكود هتلاقي صالة الطعام 120. تمام طيب يبقى نيجي هنا right click reinsert right click draw rectangle ارتفاع 3 متر طبعا جيبسون بورد. لو جيت هنا بص هتلاقي جيبسون بورد. فانا هقول له انسيرت المنير واقول له نشوف فيلد ونحط له السبوت. هقول له اللاكس بتاعك 120 لاكس سجشن قال لك 2 في 1. تمام لما تيجي الورك بلين طبعا مش محتاج انا محتاج الولز مش محتاج انا محتاج الهايت. تمام انا محتاج الهايت اما الولز مش محتاج. انا عاوزها حتى عشان لو مثلا في ارفف هنا او بتاع تبقى منوره كويس. ماشي نقول له ستارت كالكوليشن. انت اصلا كده ممكن تشيل اصلا الهايك كمان عادي يعني مش عادي لو نورت الأرض بشكل كويس مش مشكلة يعني مش 139.627 139 يعني المفروض آخر 132. خلاص نشيل لو شلنا مثلا لو جينا على الورك بلين وشيلنا الهايت. تمام وعملنا كالكوليشن مية واربعة بوينت سبعة تلاتة خمسة. تمام كمعقول. تمام انت مثلا عاوز تظبطها اكتر تقدر تحرك اللمبات دي مثلا لو الفلوس بلت هنجرب كده. الشكل ده كده شوف كده تظبط ولا ايه.
ثواني بس اللاب مهند شكله. ماشي، هنا الـ E average 100، لا ما ظبطتش، يبقى ارجعها زي ما كانت. Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z، تمام عادي مش مشكلة، هي فرقت 4 لكس بس. تمام، ودي أوضة أصلا طعام، يعني أوضة إيصال الطعام، مش لازم، يعني مش لازم غرس زيت قوي. نشوف كده الأوضة اللي بعدها.